بداية نقوم بفتح الزنزانة كما ترون في الفيديو. نقوم بالبحث في البداية عن الأدوات. أحيانا يتواجد هنا بعض الأدوات. الجزء الثالث صراحة قوي جدا، والجليتشات فيه قوية جدا. راح نتعرف فيها مع بعض في هذا الفيديو الجديد، يا رب يعجبكم. طبعا لقينا اول مفتاح هو ويبون كي، راح نشوف مع بعض وين استخدامه وطريقة استخدامه. طبعا احنا عم نلعب الجزء الجديد، يعني كل شيء راح يطلع معنا راح يكون جديد ومفاجئ. راح نشوف مع بعض كيف راح تجي جيراني. هلا حاول ننتظره لانه طلع صوت مشان نقدر نعدي. يا ليلو يا لعين من بعدك عمر ما هوينا، عمري يا لعيد من بعدك نظرة زوينة. طبعا هلا اجت جيراني، راح نستناها لوقت تطلع وتعدي. بس عديت راح نكمل مشوارنا مع بعض. طبعا ننتظرها مدة شوي طويلة مثل ما نكون شايفين بالفيديو. راح نستغل الفرصة ونمشي، لأن جيراني يعني صارت تحت مثل ما نكون شايفين بالفيديو. راح نحاول نطلع للمكان نقدر نفتح فيه. طبعا هون حطيت لي لغم انا ما كنت منتبه له. رح نطلع للمكان اللي نقدر نفتح فيه المفتاح، نستخدم فيه هذا المفتاح يعني مثل ما تكون شايفين. Thank you.
Thank you.
hide and seek.
Thank you.